رأس مدينة إدلب يوم 16 تموز 16/7/2011 خرجت المظاهرة من جامع العمري بعد صلاة الظهر مدينة إدلب. معكم من وراء الكاميرا المجد تموز 2011 مدينة إدلب. خرجت المظاهرة من الجامع العمري. إلى محامين سوريا، هذا الخميس مظاهرات في القصر العدلي في جميع محافظات سوريا، بدأنا بها إن شاء الله، تلقى استجابة من محامي إدلب ونتأمل أن تستجيب معنا باقي المحافظات.